استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير النقل هشام عرفات ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق وتطوير البنية الأساسية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماعه بهما، حيث أعرض وزير النقل مسجدات تطوير منظومة السكك الحديدية والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها، إلى جانب تطوير المزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة. كما عرض تطورات العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يشمل 40 محطة من مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة حتى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.